بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين، وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان. حياكم الله شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا ومرحبا. نعم مشاهدينا الأحبة، وهذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين. ذكرنا في الحلقة السابقة ما دار حول أن للزيارة ثلاثة أركان: الزائر والمزور والزيارة، وأوضحنا في كيف أن مقام المزور وهو مقام سيد الشهداء سلام الله عليه، وعرجنا أيضا على ما للزائر من حقوق وواجبات. وشيخنا العزيز، السؤال: ما للزائر من الثواب الجزيل والنعم والبركات والأثر الكبير في حياته لما يسير لزيارة سيد الشهداء سلام الله؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيه بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما، وأسأل الله لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب العالمين. نعم، كان كلامنا في يعني هذه الحلقات الماضية، وأسأل الله أن نتمم هذه الحلقة بأحسن ما يكون، أننا كنا يعني مسلط الأضواء على المسافة الواقعة بين المعنى اللغوي للزيارة الذي هو معنى بسيط كما ذكرتم، وما وصل إليه الحال في زيارة الأربعين، أنه كيف يمكن للإنسان أن يفهم أن هذا الفعل البسيط قابل لأن يتحول إلى هذا الأمر الضخم والعظيم. فمن خلال تسليط الأضواء أن زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يعني استكشفنا من خلال الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن الزيارة هي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الربط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأن الارتباط بسيد الشهداء لابد أن يتحول إلى ملكة، باعتبار أن لسيد الشهداء في نفوس الناس، في نفوس المؤمنين، في قلوبهم، في بواطنهم محبة مكتومة ومعرفة مكتومة وحرق لقتله صلوات الله وسلامه عليه لا تبرد أبدا. فالمطلوب أن الإنسان نتيجة انشغالاته بهذه الدنيا ممكن أن يغفل عن الطريق ولا يلتفت إلى الطريق، يأتي الارتباط بسيد الشهداء لكي يؤمنه من هذه الغفلة ومن هذه الاشتباهات، فيرى بوجدانه أنه الآن على طريق الإيمان، على صراط الإيمان، من خلال استشعار هذه المعرفة المكتومة والمحبة المكتومة في قلبه والحرقة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم يبدأ يرتبط بسيد الشهداء رويدا رويدا إلى أن يصل إلى المرجو من هذه الدنيا أصلا، أن يأمن من وعيد إبليس وأن ينال مقام الخلافة، مقام المحمود، أن ينال المرتبة العالية، المقام الشريف. فالمفروض أن هناك نتيجة كبيرة تنتظر الزائر، وأن هذا الزائر يبدأ يستشعر من خلال ارتباطه بسيد الشهداء، يبدأ يستشعر هذه النتيجة كأنه ينظر إليها من بعيد ويتلمس هذه الزيارة رويدا رويدا، يشم رائحتها رويدا رويدا، أنه هذا 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 التلمس هو الذي يجعله يعني يحن في كل سنة ويبقى منتظرا لهذه الأيام، بحيث يأتي لممارسة هذه القضية، سواء كان باذلا خادما للزائرين، أو أنه زائرا يسير على قدميه، أو أنه يعني قريب من سيد الشهداء يواظب على زيارته. بكل حال، هناك التفاتة من بعض الأعلام أنه يشير إلى رواية وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هذه الجائزة أو الفوز الكبير الذي ممكن أن يحصل عليه الإنسان إذا سار إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذا ممكن يستكشف يعني من خلال بعض الآيات المباركة، أنه كما نقرأ في كتابه تعالى: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. المفروض مؤمن ومهاجر ومجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله من يعني يفعل كل هذه الأفعال المفروض يصل إلى هذه القضية، قضية الفوز، ويصبح من الفائزين. النتيجة بعض الآيات تقول لا، أصحاب الجنة هم الفائزون، تشير هكذا إشارة، في حين أن هناك وصف آخر اللي هو المفلحين. أنا أتمنى أن يلتفت إلى هذه الرواية، ينقل ما هذا معناه، أن من وقف على باب الحائر، يعني بعد أن قطع هذا الطريق بتمامه، آمن وهاجر وجاهد، قطع كل هذا الطريق، من وقف على باب الحائر كان من المفلحين. سلام الله عليك سيدي أبا عبد الله. ومن وصل إلى جهة الرأس الشريف كان من الفائزين. هذا هو ظاهره انتقال جغرافي يسير، لكنه واقع الحال الذي لا نراه، المعصوم هو الذي يراه، هو يخبرنا أننا إلى أين وصلنا، أنت لا تدري أنت الآن إلى أين. شيخنا العزيز، فقط تنويه بسيط، كثير من الزائرين يأتي ويدخل الصحن الشريف ويصل فقط إلى باب الحائر ويقول مثلا أنا وصلت إلى هنا فقط أقرأ الزيارة وأنصرف ولا أستطيع الولوج مع الزائرين. نستطيع أن نوجه له هذه الرسالة البسيطة، أنه أنت إذا وقفت بباب الحائر أصبحت من المفلحين. أما إذا دخلت مع الزائرين ووصلت إلى قريب الرأس الشريف فأنت من الفائزين. فهذه خصيصة. نعم. الآن يعني كما أن الطبيب يشخص، أنا لا أستطيع أن أنظر، يعني حتى إذا نظرت هذه الأجهزة الحديثة الآن، يعني عندما ينظر إلى ما في داخلي من أحشاء ويشخص يقول أنت الآن في أجود حال، في أحسن صحة، أقول أنا أشعر ربما بآلام بكذا، يقول لا، هذا الموضوع كله الآن خلاف يعني الواقع، أنت بأجود ما يكون. هو يشخص لأنه يستطيع أن يرى، أنا لا أستطيع أن أرى. يقول انظر انظر، أقول لا أستطيع أن أنظر، أنا يعني نظري يعني لا يقوى على أن يشخص ما في هذه الأجهزة. المعصوم عليه السلام باعتبار أن له هذه الإحاطة هو يكشف لك، أنت مو بالضرورة أنت يعني ينكشف لك الحال، هو يكشف، هو يكشف لك، يقول أنت الآن إن وقفت على هذا المكان فأنت من المفلحين، إذا عزمت وقمت من مكانك وجئت في هذا الباب ووقفت ستكون من المفلحين، وإن وصلت إلى الرأس الشريف ستكون من الفائزين. مع أنه عندما نقرأ في القرآن نجد أن هناك لابد من يعني أن الإنسان لابد من أن يطوي مجموعة مقدمات طويلة إلى أن يصل إلى أن يصل إلى هذه النتيجة الكبيرة كما قرأتم في الآية الشريفة. فالمفروض أن الإنسان يكون يلتفت إلى عظمة هذه القضية، عظمة هذه الممارسة، أنه إلى أين، يعني هل يمكن للإنسان أن يعني يقارن بين الحسين وبين شيء آخر في يومياته، أن يقدم شيئا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ المفروض أن بعض أصحاب سيد الشهداء يعني عندما تستقرأ أحوالهم كيف أن الحسين السلام متقدم على أنفسهم في كل حال، يعني عندما نسمع أو نقرأ في الروايات عن المولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، نعم، أنه عندما جاء إلى الماء ووصل إلى الماء، في الرواية أن قلبه كان أو كبده كان كصالية الجمر من شدة العطش، فيقول أنه ما أن وضع يده في الماء وأحس ببرودة الماء التفت لهذه القضية، ذكر عطش أخي، جاء الصورة، هذه الصورة المفروض الآن يعني ليست يعني لا يمكن السيطرة عليها من قبلي أو من قبل أي إنسان آخر، هذا مقام التصور يعني قهري غير يعني خارج عن القدرة، يعني القضية أنه أنا عندما أفتح عيني وأنظر إلى هذا المكان المفروض أرى لونا أزرقا، لا أرى شيئا آخر. فكما يروى فلما أحس ببرودة الماء ذكر عطش أخي. من أين يأتي هذا الأمر أنه تتقدم صورة الحسين في أشد المواقف؟ المفروض يعني أي إنسان آخر يلتذ بمن؟ يلتذ بلذة هذا الماء، ببرودته، بأروائه لنفسه، أو أن مثلا واحدا من أصحاب الحسين عليه السلام موسى بن عوسجة رضوان الله عليه مثلا أنه في لحظة النزع وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة
فعندما يقف حبيب رضوان الله عليه على رأسه ويقول أنا لولا أني في الأثار لأحببت أن توصيني الوصية، فيقول له أوصيك بهذا الغريب. لا يرد على ذهنه أي صورة أخرى. هؤلاء ذابوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وصلوا إلى أنه وطنوا أنفسهم على الحسين عليه السلام. حتى المولى بالفضل السلام الله عليه حتى في لحظاته الأخيرة عندما سقط والسهم في عينه والرأس مفلوق هامته بالعمود واليدان الشريفتان مقطوعة، صرخ أخي يا حسين أدرك. أنا أتمنى أنه الإنسان يعني هذه الدنيا تستثمر بشكل صحيح، أسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن نكون من المستثمرين لها بشكل صحيح. آمين يا رب العالمين. من يطلع على أصحاب الحرف، أصحاب يعني الإمكانات وبعض المواهب، البعض ممكن تجده أنه يفني عمره في قضية، يعني 14 ساعة 15 ساعة من التمرين المتواصل على مسألة محرمة، ويذوب في ذلك الأمر الحرام بحيث كل حياته مربوطة بذلك الأمر المحرم، مكرس لهذا الأمر، مخلص في يعني في 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 شيطنته في عبادته كما يقال. بعض الأعلام ينقل مرة في سيرته يقول أنا يعني عند كنت أخذ درس عند بعض الأساتذة، كان يوم ثلوج جدا كبيرة، نزل الثلوج جدا كبيرة، ف يعني بيني وبين نفسي قلت اليوم انه قطعا ماكو درس، فتوجهت بصعوبه الى الاستاذ ووجدت الاستاذ يكتب، فبديت اقدم اعتذار بعد اعتذار انه انا اليوم اضايقكم في مثل هذا الجو. فيقول الشيخ بعد ان اكمل يعني كتابته سالني سؤال ربما يعني غريب، قال شيخنا عندما جئت في الطريق كان اكو متسولين في الطريق او لا؟ قلت يا شيخ المتسولون هؤلاء يعني لا يوقفهم لا ثلج لا أمطار. قال عجيب لو كان لنا إخلاص المتسولون، هؤلاء أخلصوا في مجال عملهم. من يأتي إلى سيد الشهداء ينال الفوز العظيم، يكون من الفائزين، يدعوه إلى الخير كله. فالمفروض أنه يعني عجيب أن هذا المتسول يخلص في تسوله، في حين أن المفروض أن هذه الدعوة يدعى الإنسان إلى كل الخير، وممكن أنه يعني ظاهر حاله أو لسان حاله يقول لا أنا شكرا لا أريد هذا الخير. هذا الأمر كون يلتفت له بقوة. نعم شيخنا العزيز، ما لهذا الزائر من أجر وثواب عند قدومه؟ الآن عندما نقرأ في أجر سيد يعني أجر الزيارة، يعني روايات لا تحد لا تعد ولا تحصى، أنه مثلا أن هذا الإنسان يعني أبسط حاله أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أن الله عز وجل ينظر إليه، ونظر الله إليه معناه أنه بعد نال رحمة الله عز وجل. انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. واحدة من أهم يعني من أهم الامتيازات التي يمكن أن يمتاز بها هذا الزائر أنه يكون محط يعني عناية ودعاء الإمام صلوات الله وسلامه. الإمام الصادق عليه السلام يعني بهذا الدعاء الذي يدعو به لزوار سيد الشهداء، أنه من يدخل في سلك هؤلاء الزائرين المفروض يصبح ممن يعني ينال بركة هذا الدعاء، هذا الدعاء الشريف المفروض. لا بأس شيخنا العزيز، نأخذ الدعاء بعد الفاصل من شاء الله بعد رب إذنكم العالمين. جزاكم الله خير. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الأكارم مرة أخرى في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين، وأكرر ترحابي بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي محان. حياكم الله شيخنا العزيز. نعم كان الكلام قبل الفاصل، ما لي زائر الإمام الحسين سلام الله عليه من الأجر والثواب، وقد هممتم بقراءة رواية في هذا الصدد. نعم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني ختام الكلام فيما يناله الزائر لسيد الشهداء أو من يرتبط بسيد الشهداء بهذه الزيارة،
أن يكون محطاً لرعاية الإمام الصادق عليه السلام، أن يكون مشمولاً بدعائه. والمعصوم عليه السلام إذا دعا المفروض أن دعاه مستجاب قطعاً، قطعاً دعاء المعصوم مستجاب بلا نقاش، وإن كان دعاء لعموم الناس، يعني لا يدعو لفلان وفلان من الناس، حتى وإن كان في باب الشمول يعني. لا، لأنه ليس دعاء خاصاً لزيد من الناس، لا، يدعو لمن يتصف بهذه الصفة، من يكون بهذه الصفة المفروض الإمام عليه السلام يدعو. وأي شيء يدعو له، يدعو له بمسألة مهمة، أن يطلب من الله عز وجل أن يرحمه. خب، ما هي ثمرة أن يرحمه الله عز وجل؟ أيضا من الالتفاتات المهمة، من يتتبع في القرآن هذه المفردة، مفردة الرحمة، أنه سيفاجأ بهذا المعنى، أنه أنت مهما بذلت من جهد ومن عمل وطاعة وعبادات وأنت تبحث عن أي شيء، تبحث عن الثواب، تجمع حسنات، في حين أن إنسان ما بموقف من المواقف تناله رحمة الله عز وجل، يأتي يعني خطاب الله عز وجل على لسان نبيه يبين إن رحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه الرحمة خير مما يجمعون. فالمفروض أن الإنسان عندما يسمع من الإمام عليه السلام أنه يسأل الله عز وجل أو يدعو الله عز وجل لهؤلاء الزائرين أن يرحمهم، كما هو موجود في الأثر، أنه نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا برحمته لا بأعمالنا. الكلام أنه في النهاية رحمته رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني في عنايته وفي رحمته. هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول، يبدأ: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة، أنه جعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. يبدأ الدعاء هكذا: اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين. مقرونين بدعاء الإمام الصادق سلام الله. ما هي ميزتهم هؤلاء الذين زاروا أبا عبد الله عليه السلام؟ قال: الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم لأي شيء رغبة في برنا. عجيب. كالابن البار. وهذا الذي ذكرناه شيخنا، أنه لما تسأل لمن هذا؟ للحسين السلام، رغبة في برنا، ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله صلى الله عليه. بعد: وإجابة منهم لأمرنا، نحن الذين أمرناهم أن يزوروا الحسين عليه السلام، وغيظا أدخلوه على عدونا. أمر يعني كأنه متلازم، يعني هنا لابد، أنه هنا سرور للنبي الأكرم وغيظ لمن يقف في وجه النبي، أكو تقابل يعني. هذا الذي ذكرنا، الزيارة ليست مجرد يعني إلقاء تحية على الإمام عليه السلام، بل الخوف، كل الخوف من النتيجة التي ستحصل بسبب الزيارة. وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. هذا المال الذي ينفق الآن، المفروض هذا الإنسان يوسع على عياله، ولا آثروا أهل البيت عليهم السلام بما عندهم. يعني بعض الناس تخرج كل ما عندها، صح، ربما تستدين. حسنت. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إليهم. هذا الذي تسمعه الآن كله مشخص، يعني ليس بالأمر الجديد، ولن ينتهي أن هؤلاء أئمة الكفر والضلال ليجتهدن أئمة الكفر في محوه وتطميسه. عابوا عليهم
خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا. ابدأ. فارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهم على الحوض، فما زال وهو ساجد على الحوض يوم العطش، فما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت تكملة الحديث. كل هذه الامتيازات والاهتمام من الإمام عليه السلام بزوار أبي عبد الله عليه السلام، المفروض أن هذا يعني حال يكشف للزائر يعني ثقل ما يقوم به من عمل. المسألة يعني تخرج من دائرة أن الإنسان يعني يبحث عن هذا العنوان الصغير اللي هو الثواب إلى دائرة أوسع كبيرة جدا. هذه الدائرة دائرة أنه إنما نجاته وكماله وخيره في هذه الدنيا وفي الآخرة إنما يكون بالارتباط بسيد الشهداء صلوات الله سلام الله عليك سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. شيخنا العزيز، يا ريت لو نتطرق إلى الركن الأخير وهو الزيارة. نحن فصلنا أنها تتكون من المزور والزائر، ووصلنا لنختم بركن الزيارة. ما معنى أنه الشخص لما يأتي ويقول السلام عليك يا أبا عبد الله؟ المعنى في هذا القول، مفردة السلام، إلقاء السلام على الحسين عليه السلام، يعني بعد أن يقطع كل هذه المسافة ويأتي إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويقول له السلام عليك. السلام المفروض مصدر، فهذا المصدر المفروض يعني عندما يبحث في استعمالاته الكثيرة، أنا سأنتقي لك يعني وجها من الوجوه اللي هو من الوجوه القريبة إلى نفسي. تفضل. يقول بعض الأعلام السلام هنا بمعنى السلامة، والسلامة بمعنى أنه عدم الأذى، أنه أنت من جهتي يعني أنت سالم من جهتي، بمعنى أنه لا يصدر مني إليك أذى أبدا، شيء تتضرر منه أبدا، أنا لن أؤذيك لن أضرك أبدا. هناك نقطة مفيدة جدا في هذا الباب أيضا على الزائر أن يلتفت إليها، وأنه كيف أنه يبدأ ويقول السلام عليك. السلام عليك طبعا هو من جهة إنشاء، من جهة بجنبة إخبار، يعني بهذا المعنى يصير بجنبة إخبار. نعم. إذا الإنسان يعني يقول أنا لا أؤذيك، هناك بعض المطالب التي لها علاقة بهذا الباب، أنه عندما نقرأ في الروايات أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يقول لأمير المؤمنين يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فبعض الأعلام يوجه يقول إذا كنا يعني أبناء لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام المفروض همه الأساس في هذه الدنيا هو هدايتنا، فالمفروض نحن كأبناء علينا أن نكون من الأبناء البارين بأمير المؤمنين، وبرنا بأمير المؤمنين، هذه العبارة قرأناها قبل قليل، برنا بأمير المؤمنين أن نكون أن لا نؤذي أمير المؤمنين، أن لا نؤذيه، عدم إيذائنا له بأن نلتزم بالجادة التي يريد، الخروج من هذه الجادة مؤذي لأمير المؤمنين، وبإيذائنا لأمير المؤمنين نصبح من الأولاد العاقين لأمير المؤمنين. في زيارتنا لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الله. نحن ندعي أننا يا أبا عبد الله نحن لا نؤذيك. قل بأي شيء ممكن أن تؤذي الحسين عليه السلام؟ تؤذيه بأنك تخرج عن الجادة التي لأجلها قتل، ولأجلها سبيت عياله، لأجلها داروا برأسه الشريف في البلدان، لأجلها قتل الطفل الرضيع، لأجلها قطع علي الأكبر إرغا. كل هذه المظلمة التي وقعت على الإنسان يؤذي الحسين عليه السلام المفروض إذا خرج عن الجادة. فبعض الأعلام يلتفت إلى هذه القضية يقول من كان مقترفا للذنوب إذا قال للحسين عليه السلام السلام عليك، ويقصد أنه يا أبا عبد الله أنا لن أؤذيك، فيقال له كذبت،
كذبت. كيف أنت, تقول تقول السلام عليك وأنت بقصد سلامك أنك لن تؤذي وأنت بالمقابل تفعل ما يؤذي الحسين؟ ممن يؤذي الحسين, أنت ممن يؤذي الحسين. لذلك عندنا أيضا أن الأعمال ترفع إلى الإمام عجل الله فرج الشريف أعمال العباد وينظر فيتأذى عندما يشاهد يعني أن بعض شيعته المفروض يعني يقترفون بعض المعاصي, يتأذى من ذلك. فلذلك المفروض الآن عندما يعني بالدقة عندما نلتفت إلى خصوص هذه القضية, قضية الزائرين, يعني نحن كثيرا ما يعني نلفت أنظار يعني خدام الصحن الشريف, خدام العتبة المقدسة, أنه عليكم أن تلتفتوا إلى هذا الأمر وأن تهابوه بقوة أن هؤلاء الزوار المفروض ضيوف للمولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه, والمفروض أنه لا تحاول بأي وسيلة من الوسائل أن تؤذي هؤلاء, لأن المفروض أن خصمك سيكون يعني ليس هذا الزائر, المزور, أن المزور هو الذي سيكون خصمك باعتبار أن هؤلاء ضيوفه والمفروض أنهم تحت عنايته ورعايته من لحظة خروجهم من داره إلى رجوعهم إلى دارهم. فالمولى يغار على هؤلاء, فالمفروض أن إذا كان المولى يغار على هؤلاء كيف يمكن أنت أن تتقرب إلى المولى بخدمة هؤلاء بمداراتهم؟ وهذا هو المشاهد في أحوال الناس. كثير من الخدام الآن عندما يتنزلون ويتواضعون ويصلون إلى أعلى درجات التواضع, أعلى درجات التواضع في سبيل إرضاء الزائر, أنه يرضي الزائر لأي شيء, عينه على المولى أبي الفضل وعلى المولى الحسين عليه السلام, عينه على سيد الشهداء, ويقول له وكأني يعني انظر يا سيدي أنا الآن يعني أكرم هذا الضيف, أكرم هذا الزائر, المفروض كرامة يعني لوجهك الكريم, والمفروض أني أدخر هذه الممارسة وهذا الفعل عندك علي أنه بارتباطي بك أن أصل إلى هذه النتائج. هذا الأمر مهم وأساسي في قضية الزيارة, قضية أن الإنسان يلقي التحية. إلقاء التحية ليست أمر إنشائي فقط, وإنما يعني كما ذكرنا يستبطن إخبارا بأني عندما أكون يعني سلام بالنسبة لكم, بمعنى أنا لن أؤذيكم ولن أؤذي مواليكم. لذلك في الزيارة يأتي من المقاطع المهمة أنا سلم لمن سالمتم, إني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم, إني سلم لمن سالمتم. من يواظب يعني يتمرس بهذه القضية يصبح عنده يعني هؤلاء من المناطق الخطرة أنه لا يتقرب إليها, لا يمكن أن يحتك بها أبدا. فهذا موضوع أساسي. ثم أنه ننتقل في الزيارة عندما يعني نبحث في عناوين الزيارة أو عبارات الزيارات المباركة المشهورة, أنه سنجد أيضا هذه الثمرة أن الزيارة المفروض كزيارة عاشوراء مثلا يعني فيها جناحي العقيدة, جناحا العقيدة في زيارة عاشوراء, أنه فيها جهة الولاية وفيها جهة البراءة واللعن. المفروض أن اللعن مقدم مباشرة ما أن تنتهي يعني ما أن ينتهي السلام, يأتي قضية لعن, يأتي أن الإنسان عندما يقطع هذه المسافة الطويلة يأتي لأي شيء لكي يعرض دين على الإمام عليه السلام. سلم لمن سالمكم, أنا أعرض ديني, أعرض ديني على الإمام عليه السلام وأرى أنه يا سيدي كأنه يعني أنت تأتي كل هذه المسافة لأي شيء, تقول له يا سيدي أنا بلسانك تقول أنا على خطك, أنا ملتزم بالجادة التي تريد, وأنا أعتقد بما تريد, أنا أعتقد يعني بكم وبموالاتكم وموالات وليكم, ومن جهة أخرى أنا أعادي أعداءكم. تقديم اللعن على الموالات يعبرون عنه يقول هذا تقديم بحسب الطبع, أن الإنسان لا يمكنه أن يوالي إلا إذا كان يعني أخرج من قلبه يعني حب الشيطان, أخرج حب الشهوات, كفر بالطاغوت, وبعد أن يكفر بالطاغوت يأتي الكلام أنه يؤمن بالله عز وجل, كأنما يبرئ نفسه وينظف نفسه ويطهر نفسه حتى يكون في جانب إدخال هذا الحب وهذا القيام وهذا المجيء لسيد الشهداء. شيخنا العزيز, مع كثير الأسف وصلنا
ختام هذه الحلقة وختام هذه السلسلة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين. نعم مشاهدينا الأحبة، كنتم معنا طوال هذه العشر حلقات في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من نعمة وجوار سيد الشهداء سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل عباس عليه السلام، وأن يجعلنا من الزائرين ومن الذين تشق أبدانهم ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة زائري سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وسيدي ومولاي أبي الفضل عباس عليه السلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من البركات، من العطاء، ومن الكرامة، ومن الوصول إلى المقام المحمود ببركة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. نعم أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز، وهذه الدقيقة الأخيرة في البرنامج، إذا كان لكم كلمة. نعم تفضلوا. نعم أنا أستودع كل ما ذكرته في هذه الحلقات من ألفاظ ومن أوقات بذلت ومن جهود بذلت في هذه الأوقات عند سيدي ومولاي أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذا الجوار في الدنيا وفي الآخرة، وأن تعم خيراته وفيوضاته على جميع من وجد معنا في هذه الحلقات. أحسنتم كثيرا، ووافر الشكر وكثير الامتنان أحسنت. لكم شيخنا العزيز لوجودكم وحضوركم معنا طيلة هذه السلسلة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين. نعم مشاهدينا الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من نعمة سيد الشهداء سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وخدمة زائريه والتشرف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزيارته وزيارة أخيه قمر العشيرة مولاي أبي الفضل عباس سلام الله عليه. ونسأله تعالى أن يديم علينا نعمة خدمة زائري قبره الشريف، وسائلين الله عز وجل أن يفيض علينا بالخيرات والبركات والنعم بوجود وقرب مولاي سيد الشهداء ومولاي أبي الفضل عباس عليه السلام. كان هذا الختام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.